مهره، انت ازاي تغيري السكرتيره من غير ما تقولي لي؟ شيرين سيبينا يا حبيبتي. ماشي. مش تفتحي؟ فتحي انت، ولعلمك انا السكرتيره اللي بتقولي عليها. تكير، انا قاعده بره. بت انت النضاره دي لو ما بتشوفيش بيها روحي جددي الكشف وغيري الشامبر اللي انت لابساه ده. يلا على مكتبك. دي السكرتيره اللي انت اخترتيها؟ حوله وغبيه؟ هو احنا كنا بنتكلم في ايه من شويه؟ بصي يا صفاء، اوعي تتكلمي مع سكرتيرتي كده تاني. لما تعوزي توجهي لي كلام اسمي استاذة صفاء. وانا اسمي مهرة هانم ابو الليل، وانا اختار اللي يعجبني هنا في الشركة، وانا هنا المسؤولة عن كل مجموعة شركات زيدان. ده كان زمان، انا دلوقتي العضو المنتدب، يعني انتي تحت رياستي، يعني اي حاجة بتحصل هنا حبيبتي ترجعي لي فيها. الله الله الله، ده احنا كبرنا اهو بنعرف نشلت ونرفص. لا، كلام البهايم ده تروحي تقوليه بره، لكن هنا مكتب رئيسك في الشغل، لو عايزة اي حاجة يا حبيبتي تروحي تقدمي طلب ويرجع لي الاول. انت واعيه انت بتقولي ايه بالظبط يا استاذه؟ اتفضلي يا استاذه. يلا حبيبتي ورايا شغل وعايزه اركز. الو، هاتلي قهوه، اصل عندي صداع ومش راضي يروح ولا يمشي. ما تفتحيش صدرك قوي كده، الدلع والنعيم اللي انت فيه شافته مراته الاولانيه، وبتشوفيه انت دلوقتي، وهتشوفه اللي بعد منك ان شاء الله. ولو كانت دامت لغيرك ما كانتش جاتلك. نتعلم ايه بقى من الدرس ده؟ ان دوام الحال من المحال. يا ريت نتعظ. جوزك اللي اتجوزتيه متجوز التفاصيل، بكره يرميكي ويدوس عليكي كده. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.